السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في المحاضرة الثانية والأخيرة من الوحدة الثالثة من كورس أنيميا ميد إيزي. الوحدة الثالثة اللي كانت تتكلم عن الميكروسيتيك هايبوكروميك أنيميا، إذن السيدروبلاستيك أنيميا هي محاضرتنا اليوم، هي نوع أو شكل آخر من أشكال الميكروسيتيك هايبوكروميك أنيميا. طيب أسباب السيدروبلاستيك أنيميا شنو؟ قبل ما نتعرف على الأسباب لازم نتعرف على المشكلة الأساسية في السيدروبلاستيك أنيميا، عشان احنا قلناها في محاضرة سابقة لكن نعيدها لزيادة تثبيت الفهم. يعني احنا عندنا قلنا على الهيموجلوبين عشان يتكون، او ما الهيموجلوبين، احنا عندنا الهيموجلوبين يتكون من شقين، من هيم وجلوبين. الجلوبين ده عبارة عن شنو؟ بروتين. بيهمنا هنا الهيم ده عشان احنا يتكون لازم يتحد عندنا عاملين، العامل الاول اللي هو الحديد والعامل الثاني هو البروتو بورفرين. اتحاد البروتوبورفرين مع الحديد مع الايون بيكون في وجود انزيم اسمه الفيروتشيليتاز. الحديد بلس بروتوبورفرين في وجود الفيروتشيليتاز بتدينا الهيم. الهيم بيرتبط معانا مع الجلوبين بيدينا الهيموجلوبين، تمام؟ فاي مشكله في الكاربوريشن بتوين الايون والبروتوبورفرين عشان يسكر عندنا الهيم، سواء لأنه الإنزيم ما فيه مشكلة أو أي سبب إنه ما حصل عندنا اتحاد، دي عبارة عن سيدروبلاستيك أنيميا. أوكي؟ طيب نرجع بعد كده نتكلم عن الإتيولوجي بالنسبة للسيدروبلاستيك أنيميا. الإتيولوجي يا إما هيرديتري ولا أكوارد. هيرديتري اللي هو ناس كده خلقة ربنا، يعني بيكون عندهم الإنزيم بتاع الفيروتشيليتاز ما موجود أو ناقص ديفيشنت، فهي يا إما بتكون أوتوسومال ريسيسيف او بتكون اكس لينكد. ممكن تجي في الشكلين الوراثيين دي، لكن الغالب بيكون اوتوسومال ريسيسيف في الغالب. السبب الثاني اللي هي بتكون اكوارد، يعني جاء عامل ثبط عندنا الانزيم بتاع الفيروتشيليتاز اللي هم الحالات بتاعه الليد بويزنينج، ضربناها كمثال في محاضره سابقه، والزنك ديفيشنسي. الاثنين يا اما وجود الليد بيوقف عندنا الانزيم او الزنك ديفيشنسي. الزنك دوره شنو؟ احنا عندنا اي انزيم في الدنيا عنده كو انزيم عامل مساعد، فالزنك ده هنا عباره عن كو انزيم للفيروتشيليتيز، فنقصان برضه هيخلق عندنا مشكله في الكوربوريشن بين الايون والبروتو بورفين. فالاكوارد يا اما ليد بويزنينج ولا في حالات الزنك ديفيشنسي. في سم دراجز برضه يعني ثبت انه برضه ممكن تعمل لنا سيدروبلاستيك انيميا، ده هوم ورك ليكم او هوم ورك ليكم في المحاضره دي، انكم تجيبوا لنا امثله للدرجز ممكن تعمل عندنا سيدروبلاستيك انيميا. نجي نتكلم عن الكلينيكال بيكتشر، نفس الكلينيكال بيكتشر اللي تكلمنا عنه في الجنرال سكيم اللي هم السيمتومز بتكون اسيمتوماتيك كونستيتيوشن كارديوبلمونري نيوروفاسكولار. الكلام ده لما نجي لل الساينز عندنا جنرال بار سبيسيفيك هيميك ميرمر والحاجات دي موجوده، عشان كده قلنا اهميه الجنرال سكيم بتكمن هنا، لان احنا بنشيل وبنركب على حسب الدرس بتاعنا، ما بنحتاج نقرا كل درس منفصل. الحاجه المهمه في الكلينيكال بيكتشر او الكلو عندنا بيوديني في اتجاه انه ده سيدروبلاستيك انيميا او سبيسيفيك كلينيكال بيكتشر، هنا شنو اللي هو الزول اللي بيكون عنده ريفراكتوري ايون ديفيشنسي انيميا. يعني الزول بتاع السيدروبلاستيك بيجي زيه زي الزول بتاع الايون ديفيشنسي، تمام؟ ليه؟ لانه اصلا المشكله في الحديد، فحديد مرتبط ما شكل عنده هيم، فكانه اصلا حديد ما في، تمام؟ فالزول ده بيجي عندنا بريفراكتوري ايون ديفيشنسي انيميا. في الغالب بيتشخصوا في البدايه بايون ديفيشنسي انيميا، بيتعالج بانهم يدوهم ايون سبلمنتيشن، لكن ما بيتحسنوا، ما في اي تحسن. احنا قلنا بنتابع الزول بتاع الايون ديفيشنسي، مع المتابعه ما في اي تحسن. ريفراكتوري ايون ديفيشنسي انيميا طوال تخليني اشك في السيدروبلاستيك انيميا. ليش بنتكلم عن الانفستيجيشنز؟ نفس الشيء، عايز اعرف هي عنده انيميا ولا لا، اعمل السي بي سي لقيت الهيموجلوبين قليل انيميا. يا تو جروب اعمل الار بي سيز اندكس، احنا بنتكلم عن الجروب بتاع الميكروستيك هايبوكروميك، هلقى الام سي في قليل، هلقى الام سي اتش سي قليل، عرفتها دي مايكروستيك هايبوكروميك. اجي بعد كده عايز اعرف الجروب ده فيه وكان الايون ديفيشنسي والسيدروبلاستيك انيميا والثلاسيميا، ما بتهمنا كتير هنا، لكن عندنا كلو كان عنده هو الكلو حقنا هنا وكان هو ريفراكتوري ايون ديفيشنسي انيميا، فاجي بعمل له
كل مره بديه اي سبلمنتيشن ما بيتحسن معاي، اقوم اعمل له ايون بروفايل. تمام، الايون بروفايل هو سبيسيفيك انفستيجيشن للايون ديفيشنسي وسبيسيفيك انفستيجيشن للسيدروبلاستيك انيميا. كيف هنجي نعرف الفريق بعد شويه؟ ممكن بعد كده اجي اعمل له بريفيرال بلاد فيلم، تكلمنا عنها في المحاضره السابقه انه السيدروبلاستيك انيميا في البريفيرال بلاد فيلم بتظهر في شكل شنو؟ بتظهر في شكل بابنهايمر بوديز. اما لما نجي اعمل البومر اكزامينيشن بتديني سيدروبلاستيك سيلز. تمام، وتشوفنا صور في المحاضره بتاعه الانفستيجيشن. نرجع عندنا للايون بروفايل المهم عندنا هنا. الايون بروفايل عندنا في السيدروبلاستيك انيميا العكس تمام بالنسبه للايون ديفيشنسي انيميا. تمام، العكس كيف؟ هنجي نشوف هسي. يعني مثلا كان عندنا الايون بروفايل في الايون ديفيشنسي انيميا، كان عندنا السيرم ايون. السيرم ايون كان عندنا في الايون ديفيشنسي انيميا قليل. هنا في السيدروبلاستيك هل انا عندي مشكله في الحديد؟ مستوى الحديد عندي في السيرم قليل؟ لا، فمستوى الحديد بالعكس هيكون عالي جدا كمان، لانه ما قاعد يستخدم، قاعد سائل. فهنا السيرم ايون هيكون عندنا في السيدروبلاستيك انيميا عالي. نجي للفيريتين، الفيريتين ميرور ايمج للسيرم ايون، فهنا السيرم ايون عالي هيكون عندنا الفيريتين عالي. نجي للترانسفيرين النواقل، عندنا زحمه، الحديد عندنا كثير شديد هنا ما قاعد يشتغل، حايم ساي، محتاج نواقل كثيره. هو المشكله بتكون على مستوى البومر وانه ما حاصل الكوربوريشن، لكن في الدم وكثير محتاج لي نواقل. فالنواقل هنا بتكون شنو؟ بسيطة، لأنه في زحمة عليها. تمام، نفس المثال اللي قلناه في المحاضرة بتاعت الأيون ديفيشنسي. نجي نشوف الترانسفيرين ساتوريشن، عدد المقاعد المشغولة من الباص حقنا. الترانسفيرين ساتوريشن بيكون شنو؟ عالي، لأنه فيه ركاب كتار. نجي نشوف التوتال أيون بايندينج كاباسيتي في السيدروبلاستيك أنيميا، اللي هو عدد الأماكن الفاضية، هيكون قليل لأنه عندنا الحديد شنو؟ كثير. فهو العكس تماما، السيدروبلاستيك العكس تماما للايون ديفيشنسي. يعني بعد كده نجي نتكلم عن اخر حاجة عندنا في المحاضرة دي اللي هي التريتمنت. نفس النقاط الاساسية حقتنا بدي سبلمنتيشن كومبنسيشن، قلنا هنا السبلمنتيشن بديه حديد وما بيستجيب عندنا، وده كان عندنا الكلوة الاساسي. نعالج سبب الاندرلاين كوز تريتمنت، السبب اللي عمل لنا السيدروبلاستيك انيميا دي لو كان بيتعالج. فلو الناس دي كانوا هيرديتري ما عندهم، لكن لو كانت اكوارد اوقف الحاجه اللي كانت عامله له المشكله دي. يعني مثلا لو ليد بوزنينج نوقف الليد، لو كان زنك ديفيشنسي اديه زنك، اديه الزنك. تمام، فعشان كده ممكن نعتبر ان الزنك ده سبلمنتيشن في ناس السيدروبلاستيك انيميا. ممكن برضو في الاندرلاين كوز تريتمنت بيدوا الفيتامين بي 6. تمام، الفيتامين بي 6 او البايرودوكسين قالوا بيعزز من عمليه الكوربوريشن او اليونيون او الاتحاد بين الايون والبروتو بورفرين. ده الافكت حقه هنا. هل عندنا سبيسيفيك تريتمنت ل زول بتاع سيدروبلاستيك انيميا؟ ما هو زول ده مشكلته في البومر ده ما قادر على مستوى البومر، انه ما في كوربوريشن بين الحاجتين ديل. فممكن كسبيسيفيك تريتمنت اعمل له بومر ترانسبلانتيشن عشان احل المشكله دي نهائيا. دي كل حاجه في محاضرتنا الليله. اذا كان في اي سؤال او استفسار او تعليق ضيفوه عندنا في التعليقات وحنتناقش فيها باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.